ما اعرفش واش كاين لي فيلتر، ندير شويه د الفيلتر نغطيو هاد الهسان. سمحوا لي بزاف تعطلت عليكم. الو مي با مال شويه الاضاءه، نوت باد ات اول. كيفاش نحيد هادشي؟ alright. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. غندير المقدمه واخا تبقى حتى واحد مدخل. نورمالمون قلت لكم العشرة ديال المغرب، سمحوا لي بزاف ما حسبتهاش، كان كيتحب لي العشرة هي استعدة. فغير دخلت باش نشوف زعما الناس اللي عندهم أسئلة. أنا تخرج الحمد لله، كملت الماستر ديالي، يلا وصلتني اللبسة ديال التخرج، فرحانة بالطربوش باقي يلا وصلني شحال وأنا كنتسنى فيها. الحفل ديال التخرج إن شاء الله غيكون الشهر الجاي. فوالا في الحفل ديال التخرج غيكون الشهر الجاي، يلا وصلتني اللبسه فانا فرحانه. ميرسي بوكو. قلت نشوف الناس اللي ما كندخلش صراحه، وقيلا هذا هو ثالث لايف ليا ملي حل ديال القناه، ما كنتش كنعرف كيفاش ندير لايفات في اليوتيوب. دائما انستغرام انا زعما نايضه دائما. مي شوفوا فين نشوف لي ميساج. هولد اون يوتيوب، يلا غادي ندير معاكم لايفات. مبروك عليك تخرج ومبروك القبول في المدرسة الجديدة. شكرا بزاف، ميرسي بوكو. الحمد لله المدرسة الجديدة سيرتيفيكا ان شاء الله غنديرها بالقانون، في قانون الشغل الامريكي، حيت حتى هي زعما تابعة لهذا الشيء. درت الغسوغ زي ما انت هي قالنا فيها القانون، قانون الشغل الى اخره، ولكن ماشي بواحد الشكل اللي متعمق. فانا بغيت زعما نتعمق في القانون، في قانون الشغل الامريكي، لانه غيعاونني يعني في الخدمة. وحتى انا بغا ندير يعني عندي البزنس ديالي حاليا في الايغاش، غتعاونني يعني غنعرف يعني شنو هي القانون، حاجه قانونيه ولا ماشي قانونيه الى اخره. هلو هلو. فدخلت باش نجاوب الاسئله ديالكم. كيجوني بزاف ديال الاسئله على الدراسه، على على الهجره الامريكان، على يعني بزاف لي سوجي. سمحوا لي، نورمالمون درت معاكم ندخل مع العشرة ديال المغرب، ولكن ما حسبتهاش مزيان. كان كيسحب ليا بالقبيله 10. اذا طموحه كنتمنى لك كل خير. شكرا بزاف مها، ميرسي بوكو، ربي يخليك، ثانك يو سو ماتش. فبزاف الاسئله كيطرحوا، بزاف الناس كيقولوا لي اختي السؤال اللي كيتعاود وكيتقال بزاف المرات هو رجاء راه عندي مثلا هاد الدبلوم، واش نقدر نخدم به في الامريكان؟ ديبلوم فلاني سواء في القانون ولا فرملي ولا اي حاجه، واش يمكن نخدم بهاد الدبلوم في الامريكان؟ فالقاعده العامه اللي غنقول لكم بالنسبه للخدمه في الامريكان، اوكي، بالنسبه زعما الناس اللي عندهم دبلومات برا وجيو الامريكان، شنو غنقول لكم؟ اهم حاجه في الامريكان هي الوراق، اهم حاجه هي الوراق، اللغه الانجليزيه ثاني حاجه، ثالث حاجه الدبلوم ديالك، وماشي فقط غير الدبلوم، مي لو سافوار فير، ذا ناو هاو. الا عندك ديبلوم وما كتعرف حتى شي حاجه في هذاك الدومين اللي قريتيه، فزعما راه الدبلوم ديالك ما عنده حتى شي فالور. ولكن الا كنتي عندك الوراق زائد اللغه زائد كتعرف شي حاجه، كيكون عندك مستقبل وممكن تخدم. سلام اختي، مبروك التخرج، الله يسهل عليك يا رب. شكرا بزاف، ميرسي بوكو. دابا واش تقدروا تخدموا بالديبلوم ديريكتومون؟ سا ديبون، فهمتي؟ كاينين شي، شكرا شكرا، انا نقرا الميساج الاخر دابا. كاينين دي دومين، كاينين دومينات اللي ما كاينش مشكل كتخدم، يكون عندك الاوراق، عندك لونغلي، عندك شهاده من المغرب، ما كيتسوقوش، المهم كيعرفوك انك كتعرف. بحال هاش، بحال الاي تي، لانفورماتيك، شي واحد اللي غيعرف يديفلوبي ليهم شي باي ديال اليوم ان سيت ويب، الجرافيك ديزاين، كاع داكشي ديال لانفورماتيك الا كنتي واعر فيه، ما كيتسوقوش بزاف الدبلوم ما جبتيه. المهم كيدير لك ان تيست، كيشوفوك واعر، عندك اللغه الانجليزيه مزيان، واحد جوج ثلاثه، فهمتي، كتخدم عادي، دي دون كير. هما اصلا ما كيتسوقوش بزاف الدبلوم الا كنتي انت واعر في الدومين ديالك، الدومين كيبقى لايك ا بلس. اوكي، الاقتصاد مثلا. مثلا انا ملي الدبلوم الاول كان عندي في انترناشونال بزنس مانجمنت، يعني ما كانش ما حكروش بزاف، كتعرف تابي مزيان، عندك مع البي سي، الوورد،
اكسل شي سوفتوير مزيانه كتبقى بلاص الفوتوشوب الى اخره، كيبقى هادشي بلاص طبعا ماشي ريكوايرد. عندك لونجلي، لونجلي خاصها تكون بروفيسيونيل، لونجلي بروفيسيونيل غادير في التليفون مزيان، غادير اجتماع مزيان، غادير بريزونطاسيون قدام لي ماناجر وليدرز الاخرين، غادير مزيان يعني تكون انجليزيه، واللغه الانجليزيه ديالك تكون اكاديميه. ففي هذه الحاله كما قلنا سواء اي تي ولا اقتصاد ما كيتسوقوش بزاف، تخدم يعني مناصب موظف الى اخره، دونك غادي وكطلع. دابا قانون، الهندسه، الطب، غنقدر نقول لكم الاغلبيه ديال المجالات الاخرين ضروري تاخذ عن دبلوم هنا، وماشي بالضروره كيقول لك بزاف الناس هو قريت 5 سنين خاصني نعاود من الزيرو، لا ما كتعاودش من الزيرو، كدير المعادله، كدير المعادله للدبلوم ديالك، وهذيك المعادله كتحدد شحال خاصك تزيد ديال القرايه هنا. فهمتي؟ كيقارنوا ما بين الدبلوم ديالك في المغرب و الدبلوم ديالك والدبلوم ليكيفالون ديالو في الامريكان. فإلا كانوا خاصين دي ماتيغ خاصك ميرسي بوكو، فإلا كانوا دي ماتيغ اللي خاصك تقراهم، خاصك تطور الانجليزيه الى اخره، فكيقول لك و فات الانجليزيه بوحدها هذيك خاصك دوز امتحان ديال الطفل وتكون جايب فيه مزيان. هاد المعادله كتبقى المعادله كدار عن طريق واحد الطرف ثالث، اوكي الطرف الثالث هو كيدير المعادله. لي سيت اللي معروفين شوفوا في القناه، دخلوا في الاول، غنحاول ما امكن ندير لي تيتغ ديال الفيديوهات ديالي، كل عنوان واللين ديالو كومسا تجيو لي ديريكتومون. مي راه درت شي ثلاثه الفيديوهات على الدراسه في امريكا. كاين واحد السيت، كاين جوج لي سيت، كاين واحد سميتو www، المهم 3w.ece ولا ece.org. ميرسي بوكو فاطمه الزهراء، شكرا بزاف بزاف. وكاين واحد www.wes.org، هذا كيديروا المعادله. باش كدير المعادله كيقولوا لك ميرسي بوكو، شكرا شكرا بزاف البنات. باش كدير المعادله كيقول لك المدرسه ديالك في المغرب خاصها تصيفط لي غولفي نوت الاصليين ترانسكريبت زائد لو ديبلوم الاصلي لهاد الثيرد بارتي. الثيرد بارتي هو هذاك السيت، اوكي، فيا ايميل، سواء زعما كاين فيا ايميل او لا ايميل بالفرنسي ماشي بحال لونجلي في هذه المساله. في لونجلي ملي كنقولوا ايميل يعني ايميل كتصيفطو يعني بحال هكا ايميل الكترونيك، ملي كتقول ميل كتعني به فلابوست، اوكي. غالبا كيبغيو فلابوست يعني مكاشي بالعيبات كذا، مصيفط ليهم يشوفوه بعينيهم، عار كيدير لك ليكيفالونس. ليكيفالونس تقريبا كدير بهداك شي 200 دولار وشي لعيبه، فهي اللي كتحدد. وبعض الاحيان كيكونوا بحال انا ملي درت المعادله ديال الماستر ديالي الاول قالوا لي بحال من ليسكا. فيعني الانسان ماشي ديموغاليزا زعما يقول صافي راه الجامع يعاود ليا من الاول. المهم يعني انا بالنسبه ليا اتس وورث ات، راه كتستاهل ان الانسان يقرا عاوتاني شي شويه، حيت المهم كتجيني انا في شكل ان الانسان قرا وتعذب في بلاد وسعيا. كاين الناس اللي دكاتره، شكرا شكرا ميرسي بوكم، انا اليوم يلا وصلتني هذه فضحت راسي، ولكن ميرسي بوكو انا فرحانه بها. خليتها باقة الشهر الجاي وغنمشي الحفلة ديال التخرج ان شاء الله. مي وصلتني هذه الاولى باش نصور بها زعما وهذا واللبسه على اي. فانا كتجيني في شكل، يعني كتشوف مثلا شي واحد قرا لا فارماسي في المغرب ولا دانتيستري يعني باش يولي دونتيست في المغرب اولا شيبا ولا طبيب ولا دكتوره في شي حاجه ويجي هنايا اتس اوكي، يعني ماشي مشكل في الاول تخدم شي خدمه عاديه وكذا وكذا، ولكن كتجيني حشومه انك تضيع كاع لك القرايه والعذاب وما تخدمش فيك الدومين اللي تعذبتي عليه واللي عزيز عليك واللي قريتي عليه بزاف. والمشكل انه بزاف كيقول لك كيقول واحد الحاجه كيقول عذر أسوأ من زله، مش عارفه كتلقى بزاف الناس شنو هما كيقول لك لا وراه نضيع الوقت وغنزيد نقرا 3 سنين، وانت كتلقى هو راه قرا 5 سنين ولا 7 سنين في المغرب، ما فيها باس نخدم ونقرا اونلاين ولا، مهم يعني نلقى شي حال راسي باش نخدم في هذاك الدومين اللي غيعيشني في حياه احسن اللي انا كيعجبني، فبلاصه ما نبقى نضرب تما حياتي كامله في امريكا.
كونغراتس مبروك، ميرسي ميرسي ميرسي، الله يبارك فيك. بغيت نقول لك شكرا بزاف اريج على كاع الفيديوهات اللي كديري، الله يجازيك بخير بنتك حاج مني. شكرا بزاف اريج، شكرا لكم كاملين. فوالا عذرون اقبح من زله، هي هذيك فهمتي. والله كتلقى شي ناس ما شاء الله السوريين بعدا كيعجبوني هنايا، السوريين يعني دمارين وكيخدموا كيدمروا، ولكن كيعطيو راسهم واحد الاغلبيه ديالهم اللي شفتهم انا جاو عرفتوا هاد المشاكل وقعت سوريا مؤخرا، وهذا بزاف اللاجئين جاو حتى الامريكان، يعني بزاف الناس. بحال واحد السيد كان تعرفوا، واحد البنت صاحبتي، واحد صديق عنده تاكسي، وشحال هو معذب يعني مسكين، شي اللي عامله 3 سنين فهمتي، مو تاكسي يعني عنده اوبر. كنت كتلقى مع ديك البنت المسكينه كتقول لي شوفي راه ضريف وراه هضر طبيب في سوريا وكذا، ودابا باش ايماجين تكون طبيب وعندك عياده وكذا وكذا وباقي جون وهذا، وتجي في الميريكان يعني كتبقى تسوق تاكسي واحد المده طويله، يعني كيبقى فيك. وخا حتى هي مهنه شريفه، وحتى انا جربتها المهم راك عارفين انا جربت بزاف الحوايج في الاول، ولكن اتس اوكي كما قلت لكم يدير الانسان واحد الحاجه فتره مؤقته، ولكن ماشي اوكي انني نبقى نديرها دائما، والقرايه اللي تعذبت عليها وتعذبوا عليها والديا نضربها في الحيط فهمتي، ونعيش واحد الحياه للابد الابدين بواحد الطريقه معينه. فعلى اي نكسي بقى تقريبا شي 2 زون ولا 3 زون، ولكن باش عجبني داير اوبر وكيقرا لا ميديسين، كاع البروسيدور اللي كاع داكشي اللي قالوا لي مسكين ديرو قرا شي 3 سنين ولا 4 سنين فوق من هو ديجا عنده سبيسياليتي وعنده عياده ومتخرج وسالي، دار المشطيب على المعادله الى اخره، قالوا لي راه خاصك تزيد مع شي 3 زون ولا 4 زون. داخل يقول لك ماني على 4 سنين كامله، قريت حتى شبت في بلادي ونعاود جي هنايا نقرا صافي، نبقى نديرها اوبر ايزي ماني فلوس سهله ولا نتكاميو ولا شي حاجه. منو مشى ودار لا ميديسين قراها، ودابا راه طبيب، ها هو خدام تاعو بحالو بحال اي دكتور امريكي، كيتخلص الصالير ديال طبيب امريكاني، عايش حياه يعني كريمه. وبزاف الناس مغاربه ماشي اون بو با جينيراليزي بيان سور، ولكن سبحان الله عند بزاف الناس كيتاثروا بهذوك الناس اللي مشاو عندهم، كاين اللي كيمشيو عند العائله ولا عند صحابهم كيشوفوهم يعني ماشي طموحين بزاف، والامريكان صعيبه ودير اللي كان وكذا وكذا وكذا، فكيهرسوا ليهم الجناح، كيقول له صافي صاحبي شوف سير دير غير هاد الخدمه كاميو ولا تاكسي راه فيها الفلوس، دير وليداتك شراي دار كذا كذا. هي سي فغي خدمه مزيانه، ولكن ما كتدخل واحد واحد مثلا واحد 4000 ولا 5000 ممكن تدخلها من اوبر ولا من الكاميو، كاميو كسر ما شاء الله ايفن مور. ولكن شنو هو المشكل اللي كاين هنايا في هاد الخدامي؟ المشكل اللي كاين في هاد الخدامي باش توصل ل 4000 ولا 5000 راه كتخدم بعض المرات 7 ايام ما عندكش الراحه فهمتي، خاصك تبقى خدام تخدم في الويكاند، الناس اللي في الكاميو كيسافروا ولايات زعما ولايه لولايه، فيها الفلوس ولكن فيها حتى الصحه وفيها حتى من الوقت ديال الانسان. الوغ كو انا شخصيا انا مع انني مثلا توظف واحد المده معينه او ميم طون ندير واحد البيزنس اون باراليل، كما كنقول لكم راه دائما كنقلب في امازون كنقلب على طرق كيفاش ندير باسيف انكم. شنو هو باسيف انكم؟ انت جالس فلوس كتدخل عليك، يقول لي راجعتي ما كيسطيش دا جالسه ودخل الفلوس كتدخل عليك، وي سي بوسيبل. كاين بزاف الطرق مثلا، ولكن كيبغي واحد لي فور مثلا في امازون، مثلا كاين ناس كيبيعوا دي برودوي كيبيعوا دي سيبا، بحال السيد يوسف قال لي كاين واحد الحاجه سميتها برينت اون ديماند، كدير شي ديزاين ولا شي لعيبه مثلا في امازون، واي واحد اللي بغى يشري مثلا تي شيرت فيه الديزاين ديالك امازون كتخلصك واحد البورسونتاج ديال كوب بحال قلتي كوبي رايت ديالك الفكره ديالك، يعني اللي شرى اي واحد شرى تي شيرت في هذاك الزواقه اللي درتيها نتايا حتى انت كتاخذ البورسونتاج اوتوماتيكمون كيمشي لك للبنك ولا الكونت ديالك ديال امازون. هذا كيتسمى نوع من انواع الباسيف انكم، انك جالس الله يجعلها تكون على جدريه كتدخل عليا الشهر، ولكن جدريه على جدريه راه كتجمع ما كاينش هاد الخدمه اللي جالس هاد الخدمه اللي جالس الفلوس كتدخل عليك راه ماشي هي شوف راه جالس وماشي جالس هي راه كتبني ليها كتبني ليها بحالهاش بحال مثلا شي واحد غنقول لكم انا عطيتكم المثال ديال امازون ديال امازون باش توصل لهذاك المرحله انك تولي جالس وكيدخل عليك واحد الصالير
راه كتكون خدمتي ليل ونهار وبنيتي واحد البراند، بنيتي تعلمتي ودارتي يعني الصح، فهمتي؟ بحال مثلا نقول لكم، نعطيكم مثال، شي واحد عنده قناة في اليوتيوب مليونية، ياك هاي قناة مليونية مثلا، هو جالس سيبغيك ومرة مرة كيدير الفيديوهات، ولكن راه ماشي بالضرورة يدير الفيديوهات، قد ما الناس كيشوفوا الفيديوهات مرة على مرة كيتخلص على هذاك شحال ديال الناس تفرجوا المدة اللي تفرجوا في الفيديوهات ديالو. ايوا هذه نوع من باسيف انكم، فهمتوا كيفاش؟ يعني ماشي من الفراغ، راه ما كاينش شي واحد جالس كاسول وجالس وكتدخل عليه فلوس، كاين كدير انت اصلا لاباز وكتدمر وكتخدم باش كتبني واحد الحاجه. بحال مثلا شي واحد عنده حانوت، اوكي، حانوت شرا مثلا، حانوت شرا لي دي برودوي الى اخره، دار واحد السيد ثقه خدام كذا كذا، هو راه شرا الحانوت وراه خدم ربما سنين باش يديك الحانوت وشريك لي برودوي، مي كي ربما غيوصل لواحد الفتره انه جالس والحانوت كيدخل عليه فلوس، فهمتي؟ كيتخلص كيشري لي برودوي الى اخره. الخدمه عندي لا خلق اكثر من الخدمه ديال تمارا، ما فهمتش كيفاش الخدمه ديال عقلك اكثر من الخدمه ديال تمارا. هي واحد الناحيه، شوف الخدامي راه ماشي الخدمه ديال العقل. علاش دابا مثلا شكون اللي كيدمر اكثر؟ شكون اللي كيدمر اكثر؟ لانجينيور، لا الاركيتكت، الاركيتكت اللي كيديزايني وهذا واحد العماره، شكون اللي كيتخلص اكثر؟ هو اولا هذاك البناي اللي كيهز الحجر فوق ظهره ليل ونهار وكذا وكذا وكيعطيه جوج دريال، يعني شكون؟ الاركيتكت صاحب الفكره، العقل. شكون اللي كيتخلص اكثر؟ هذاك الموظف اللي كيعطيه واحد 70,000 ملف خاصو يعمرهم ويدخلو ويديك هذا، اولا المدير العام اللي استراتيجيك عنده الفكره كبيره، انتم ديروا هادو، انتم ديروا هادي، انتم ديروا هادي، ديروا هادي. المدير العام اللي كيتخلص اكثر، يعني العقل، فهمتي؟ فانا هادشي اللي كنقول للناس، يعني انسان يخدم بعقل ونبني راسي، لانه حتى هذاك المدير ولا هذاك الطبيب ولا هذاك الاركيتكت هو كيبان للناس انه ما كيديرش وجالس وكتدخل عليه الفلوس، هادشي اللي كيبان للناس، ولكن كينساو انه بنى واحد لاباز. ميرسي بوكو سام فلوغز، يعني بنى واحد لاباز. هذاك اللي مثلا ولا طبيب مثلا ولا تخرج ولا مدير، راه مثلا ملي كانوا بزاف الناس كينعسوا مع تسعود كيبقى سهران حتى الربعه كيحفظ، فهمتي؟ الامتحانات ملي كان ربما واحد مشى ليهم ما مشاش ليهم، هو راه كيطلع عليه الطونسيون بالحفاظه، وسنين ديال العذاب وسنين وسنين وسنين. انا كنعطيكم مثال، عاد كيوصل لواحد المرحله وعاد كيبقى هذيك الخدمه اللي درتيها في القبل قبل كترجع لك بالخير. جوهر بوند انتيروغاسيون، واش جاوبتيني من قبل؟ اوكي، سولتيني، بلاتي انا نشوف الاسئله، بلاتي غنطلع الفوق. فوالا زينب هاجر، رجوا كونغراتوليشنز، ميرسي بوكو، بغيت نسولك did you get your message to Greenau or what because I didn't know what's the event. اوكي، فانا كملت الماستر، يعني بحال كنقولوا حنا المغربيه، نجحت في فيفريي، اوكي، واليوم وصلتني اللبسه، هادشي اش دايره هاد اللعيبه، بلاتي نحيد هذا بشويه، بركه صافي، فرحت بها بما فيها الكفايه. عرفتي ملي كي الدري الصغير كشري ليه اللبسه ديال العيد ما كيبقاش بغا يحيدها. ف يس، تخرج دابا والحمد لله، دابا تخرجت، الحفله ديال التخرج غتكون الشهر الجاي، و ميم طو دفعت المدرسه الجديده باش نقرا قانون الشغل، هذه واحد سيرتيفيكا جديده ابار هذا الماستر اللي انا تخرجت منه الحمد لله. اورايت، ف الايفنت ما كاينش هذه الخدمه اللي الفلوس داخل، ما شرحت هذه المساله، هذيك الخدمه اللي كتولي الفلوس داخله عليك عندها واحد لاباز، عندها واحد العدد ديال السنين، واحد الفتره ديال التمارين، ديال التمارين العقليه وديال البلانات الى اخره، ايوا كيبقى يرجع عليك تقدر تدخل عليك الفلوس. فوالا هادشي اللي كاين، وهذاك هو الهدف، وبزاف الناس تبارك الله راه وصلوا ليه. مي واش هادشي كيعني انا نبقى قاعد دائما نو، خاص مره تدخل، مره تشوف، مره تطور لي برودوي ديالك الى اخره الى اخره. اوكي، سمحي لي، مع كامل احترامي راه الخدمه ديال اكثر من الخدمه ديال تمارا، المهم هضرنا على هذه المساله تاع هي اورايت احسن من الخدمه ديال تمارا. انا كندخل 20,000 درهم في المغرب، واش نجي لامريكا ولا المغرب احسن؟
جوهر 20,000 درهم في المغرب. شو غنقول لك، ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال، يعني هو صراحة صالح مزيان بالنسبة للمغرب. دخل 20,000 درهم، وال شو نقول لك، يعني كل شيء خاص في المغرب، يعني 20,000 درهم تعيش في المغرب عيشة يعني محترمة. البوتنشال ولا البوتنسيال زعما اللي كاين هنايا في الميريكان ربما اعلى، مي كتطلب واحد الفتره ديال كتخدم على راسك شويه التمارين الى اخره. اي دون نو، ما قدرش نديسيدي في بلاصتك. انا بالنسبه ليا واخا تكون عندي 30,000 درهم غنجي الميريكان صراحه، على حساب القانون، على حساب المعامله، على حساب لي بوسيبيليتي لي زوبورتونيتي. الانسان اللي ذكي في المغرب وكيعرف يجيب الفلوس في المغرب مزيان غيجيب دوبل وتريبل وربعه المرات في الميريكان، خاصو غير تكون عند اللغه الانجليزيه مزيان، واللي عنده عنده كما كنقول. كاين كنرجع دائما للسوريين مثلا، تبارك الله هذاك شو يقولوا ليهم لاجئين السوريين، ايماجين تبارك الله ما يجوا الميريكان. اللي عنده ريستورون في سوريا دازت عامين 3 سنين حل وحده في الميريكان، اللي انجينيور في سوريا خدم انجينيور في الميريكان، لي ميكانيسيان في سوريا خدم ميكانيسيان في الميريكان. فهمتي كيفاش؟ فالانسان الا كان كابابل، انا ما عرفتش شنو هي الخدمه ديالك في المغرب، ولكن الا قدرتي دير هذاك الشيء اللي كديرو في المغرب وخدمتي على راسك وقدرتي ديرو في الميريكان، فبيان سور يعني غتخلص اكثر بيان سور، لانه المهم. ولكن ديري صلاة استخارة، ديري صلاة استخارة يعني الله اعلم. الف مبروك تخرج، ميرسي بوكو. معنا الخدمة ديال التسويق الشبكة الشبكي او يوتيوب او سيم ما دير معنا حاجة كتمشي كتمشي باردة. ما عرفش I don't know what you're talking about، يعني هو خويا ديال حاجة كتجي باردة كتمشي باردة. انا كنهضر على الانسان يخدم على راسو، يقرا الى اخره، يتوظف، يدير واحد الصالير اللي صحيح، وميم طون نشوف امازون، تجاره في امازون، نشوف نعلم الناس شي حاجه. قد ما كانت لا فالور ديالك الشيء اللي كتعطي للناس طالعه، قد ما انت كتدخل فلوس اكثر. فوا هي سي فغي، بزاف الناس هذه الفكره ديال انه يكون جالس وكتدخل عليه فلوس كتجي لا زعما مستحيله، ولكن راه كاينه، راه شرحت ما كاينش نبقى نعاود، راه شرحت كيفاش. كمثال امازون كتكون مثلا دير واحد ديزاين ديالك في سميتك، اي واحد استعمل الديزاين ديالك كيخلصك واحد البورسونتاج، لانها الفكره كيخلصك على الفكره. فهمتي؟ انا عارفه بزاف الناس ما كتدخلش عليهم، ولكن دابا المشكله انه بزاف ديال الناس بروغراماو على تماره ديال لا خاصك تهز البريك. راه قلنا المثال ديال البناي وديال الانجينيور، والمثال ديال شي واحد اللي دار واحد اللحن الموسيقي مثلا، اي واحد استعملك اللحن غيعطيه بورسونتاج ديالو. مثال واحد اخر، عندي واحد الموسيقى اللي بغاها في اليوتيوب خاصو يخلصني على داك الكوبي رايت، ها هو مثال واحد اخر. فكاين العالم تبدل، كاين شي حوايج اللي كيمشيو بالذكاء، والانسان الذكي هو اللي كي زعما يعني كيكون نافية الاحرام لا والو، لانها ذكيه، الفكره ذكيه، الفكره ذكيه كتخلص على الفكره ديالو. اوكي مبروك عليك، شكرا. اوكي، هل يوجد فرص العمل في الكهرباء والانظمه في امريكا؟ او يا اي حاجه كهرباء هذا الشيء كاينه موجوده الخدمه هنايا. يلا جات معاك، خليك لابسها. ميرسي بوكو. ايا بان لي واحد بوان دانتيروغاسيون، واش سولتيني قبل شي حاجه؟ سي الله. ايا اوكي، واش اللي عنده جرين كارد بوسيبل يقرا في يونيفرسيتي فور فري؟ عافاك واخا تجاوبيني. اوكي، دابا القرايه في الامريكان مورا الباك ما كاينش زعما فريمون فور فري، الا الا خديتي شي سكولرشيب. سكولرشيب سيبا، كاينين بزاف الانواع ديال سكولرشيبس على حساب كل وحده كيفاش. زعما بحال سكولارشيب بحال كتلقايها مثلا واحد لوفر كدفعي ليها على حساب، مثلا كاين سكولارشيب فور سينجل مامز، مرا مثلا عزباء، كاينين كدير لهم سكولارشيب زعما الا كنتي كتصيفطي لهم واحد لاليت، الا كدير لهم واحد ريكوايرمنت، الا مثلا اذا لقاو فيك داك الشيء اللي بغاو راه كيعطيك سكولارشيب باش تخلصي مثلا واحد الجزء ولا تخلصي يعني الدراسه ديالك في امريكا. مي ابار سا كتاخدي قرض من
قرات كضحكني زعما قريت سلف كتاخذي سلف من عند الدوله. واش اللي درت انا سلف هادشي اللي ماشيه به زعما الدوله الامريكيه والاغلبيه ديال الناس هنا في امريكا سلف، ومن بعد كتبقى ترجعوا بشويه بشويه. هادشي اللي كاين كيتسمى الستودنت ايد. ستودنت ايد كتاخذو من الجوفرمنت، فعندك جرين كارد عندك الحق تاخذي هذاك هذاك السلف، ومن بعد كتبقاي ترجعي فيه شويه بشويه. الحاجه المزيانه انه السلف من عند الدوله الفيدرال لونز انهم كيتفهموا السيتوياسيون ديالك. كنتي مثلا مريضه ما خداماش، عندك الحق انه تحبسي انه ما يبقاش من ديالك الطياره واحد 6 موا، يقدروا يتسناو عليك حتى عامين ما قدرتيش تخلصي. صالير كان نازل كتخلصيهم على حساب الصالير ديالك، فما كيزيروكش ماشي بحال لي بونك العاديين. اوكي اكيد صح الفكره مع دخل مالي اكثر. فوالا كلشي ارزاق وكلشي كلشي حتى هو سعي، فهمتي؟ حتى حنايا راه انا شخصيا باقا ما وصلتش لهذيك المرحله، حتى انا باقي يعني كتعول على الوظيفه ديالك اولا واخيرا. بالنسبه للباسيف انكم يلا بديت واحد شويه، ماشي شي حاجه اللي ممكن الانسان يعول عليها، ولكن حنايا كنتعلموا كاملين. لانني كنشوف بزاف ديال الناس بحالك سيريوس تبارك الله مهندس كيتخلص يعني صالير اللي طالع بزاف جدا جدا في كندا، كنقولوا 6 فيجرز. ملي كنقول شي واحد 6 فيجرز سالري يعني 100,000 دولار وما فوق، ما شاء الله هو قالها يعني صالير ديالو 100,000 دولار وما فوق. وهذا الشيء اللي كاين بالنسبه للناس اللي ما كنقولوا كما كنقولوا قاريين بزاف وعندهم اكسبيريونس، هذا الشيء اللي كاين في كندا والامريكان. ومع ذلك ميم سي الصالير ديالو تبارك الله طالع، واحد اخر يقول لك انا ما محتاج الصالير ديالي داير، ولكن بقى خدام على امازون خدام خدام خدام. اول خلصه جاته من امازون قال لنا تقريبا شي 20 دولار في الشهر، شهر كامل 20 دولار. واخر خلصه مؤخرا داروا معاه استجواب في المغرب واحد البرنامج 17,000 دولار في شهر واحد زائد الخدمه ديالو. عاد دابا يعني كتعطيه حريه، صافي هو بحال اللي قلتي تعلم الخدمه ديال امازون العيبات كذا كذا، ما كيضطرش انه يخدم بزاف، كيخدم غير شويه وكيتخلص بزاف. ولكن من اللي بدا راه واحد بدا من 2018 قال لنا شي عامين ولا مع 3 سنين ديال العمل الجاد، يعني خدام شاد الامور ديالك ديالو مزيان خدمها حفظهم كيفاش حفظ الخدمه كما كنقولوا حفظ الدومين. دابا شحال من واحد في المغرب كتلقى اباغ هادشي ديال امازون وهذا، شحال من واحد كتلقاه مثلا خدام في لافيراي ولا خدام في القريعه وكتلقاه مسكين كاع ما قاري، ولكن حفظ الحرفه حفظ هاو ات وركس التجاره، حفظ كيفاش العباد كيفاش يدخل كيفاش يخرج فين يشري شنو هي الحاجه يشريها شنو هي الحاجه ما يشريهاش. وما شاء الله البزنس ديالو كيدير بوم، يعني ارزاق ارزاق وسعي وذكاء هادشي اللي كاين. كيف دايره؟ لاباس عليك الحمد لله غزلان، ربي يخليك. كي دايره؟ ممكن تجي تقرا انجلش ان جيت فيزا ان يو اس. هي من قبل كانت هاد المساله خاصه السعوديين اغلبيه بزاف منهم، ماقدرش نقول الاغلبيه، كانوا كيجيو يقراو غير لونجلي وكياخذوا فيزا ستودنت. دابا ولات قليله ما عرفتش واش باقا ولا لا. عيد الفطر كنظن خديجه وقيلة نهار اثنين، كنظن نهار اثنين ان شاء الله. الحمد لله شكرا. ايوا كنتمناو من الله حنايا كاملين نوصلوا لهداك الشيء اللي بغينا. انا كنحاول اي حاجه تعلمتها راه كنبارطاجيها مع الناس، من انا كنتعلم وواحد اخر الى دعا معايا دعوه ديال الخير الله يجعل البركه. لانه كتشوف شي ناس كتقول علاش لا حتى انا، يعني علاش حتى انا مثلا نكون خدام وما نكونش، خاصه في هاد البلاد ما خاطرش تعول على مصدر واحد للرزق. راك شفتوا كورونا، تلقى واحد موظف بخير على خير صافي كورونا سدات الابواب ولا مسكين هذا ما كاينش، كاين اللي تشرد كاين اللي يعني الناس تعذبوا. تصور معايا مثلا انسان عنده وليداته وثلاثه الولاد ولا اربعه وقاس ولاد الغربه وموظف بخير على خير تجراو عليه يقولي اش غيدير. زائد ولا بزاف هاد الشيء اللي الاي كوميرس يعني التجاره الالكترونيه ولات بزاف، الخدمه عن بعد ولات بزاف. مزيان الانسان يحاول يتعلم حتى هو مع الناس يتعلم. نعم
اثنين عيد ان شاء الله. هرتني that's good ان شاء الله. اختي رجاء بالنسبة ليك شنو اللي حسن، موظف هنا في ليتا بصالة 5500 درهم ولا يو اس اي؟ برا اختي لا بيان سور ميريكان 100%. يعني هنايا كما قلت لك برا كنقولها للناس، كنقول لهم هنايا اضعف الايمان، الانسان يقدر يخدم في اوبر وخاصة كيكون فيها شويه العداوه وممكن تضطر انك تخدم حتى الويكاند، ولكن تقدر تدخل هذاك 4 مليون 5 مليون في الشهر. ولكن الا كنت بوحدك وضربتي شويه تعماره، وهذاك 4 مليون ولا 5 ولا 5 مليون يعني على حسب المدينه مثلا غتصرف منها على حساب. الا كنت انت مثلا كما كنقولوا ديال راسك غتسكن مع الاولاد راه تخلص تقريبا شي 700 دولار شي بيت مع الدراري. مثلا المصاريف غنقولوا حنايا ماكسيموم واحد 300 دولار ديال الماكله والشراب وهذا. ليسانس مثلا على حساب الطوموبيل واش كتكونسومي. المهم غتشيط لك بعدا فهمتي، يعني حتى لك انت كتدخل 4000 ربما تخسر واحد 2500 على حساب المدينه كما قلت لك، وغيشيط لك يعني الخير والبركه باش تجمع ودير شي حاجه. فياس انا نجي الميريكان، انا نجي الميريكان كون زعما يخيروني في جميع الحالات نجي الميريكان. نقول لكم الطبيعه ما شاء الله جميله جدا، زوينه بزاف كدوخ. ملي كدير وراقك وكدير الجنسيه كيولي عندك واحد الباسبور تمشي لاي بلاد في العالم تحترم صراحه. كتب على الله حرام كاينش البلاد اللي تقول لك لا. وات ايلس يعني كاين المعامله كيعاملوك كانسان فهمتي، ما كاينش برك الظلم نادر، شي واحد يحقر عليك شي واحد شكال نادر نادر، القانون يحمي الجميع وخاصه دابا الاقليات. الاقليات هما المهاجرين السمرين الكحلين لي فام اي واحد اللي مختلف شويه. فوالا ف لي زوبورتونيتي كاينين بزاف، ف يعني جميع الحالات نختار الامريكان صراحه. السلام عليكم رجاء، انتي ما دخلتيش الكوميونيتي كوليج؟ دخلتي نيشان يونيفرسيتي؟ لا ما دخلتش الكوميونيتي كوليج حيت كان عندي ماستر في المغرب، كان ديجا عندي ماستر في المغرب وقريته بلونجلي ام بي اي في انترناشونال بزنس مانجمنت. فانا المره الاولى جيت الامريكان جيت بالماستر ديالي ودرت لي المعادله لقيته مساوي لماستر امريكي زائد اللغه الانجليزيه الطفل كنديرها في المغرب فهمتي. هلو طفل كنت دايراه في المغرب يعني كان جايه واجده عندي لونغلي عندي كلشي الدبلوم ديالي. نهار الاول جيت عن طريق المدرسه فهادشي اللي عاوني. فملي درت المعادله صافي نيشان قالوا لي دابا بغيتي ديري دكتوراه ديريها، بغيتي ديري ماستر في شي دومين اخر ديريه، ففوالا ديجا عندك ماستر يعني ما نضطرش ندير كوميونيتي كوليدج. اوكي ثانك يو، كود يو بليز توك اباوت يور ماستر MBA. Thank you. لي ام بي اي بحال ليسونس اون جيستيون في المغرب. او نو نو نو، شنو هو الام بي اي؟ الام بي اي هي لابريفياسيون ديال ماسترز ديجري ان بزنس ادمنستريشن، يعني ماستر في تسيير الاداره تقريبا ابروكسيميتلي. راه كاين عندنا حتى في المغرب، حتى في المغرب اي ماستر في تسيير الاداره كيتسمى ام بي اي. بحال الماستر اللي خديته في المغرب ماستر في تسيير الاداره واختصاص هو الانترناشونال بزنس مانجمنت او كوميرس انترناسيونال شي حاجه بحال هكا. اوكي فهداك هو الام بي اي، ما كاين ماشي العكس. اورايت الماستر كما قلت لكم الاول ديالي كان في انترناشونال بزنس مانجمنت من اسكا ايكول دو مانجمنت. المدرسه كانت عندها بارتناريا مع واحد الجامعه في نو فرنسا في لياو دو ليل. فملي كتشد الماستر كدرت لا تيز مع الديريكتور جينيرال ديال لياو دو ليل وواحد اخر من ليسكا. فملي كيفاليدي ولي كدير بريزونطاسيون كدير الغابور والعباد وهذا كيفاليدي وعجبهم الحال كيسينيو لك كيعطيك الماستر ديالك. فهذا الشيء اللي درت انا في هذا الماستر ديالي الاول. ومن بعد خدمت واحد المده، خدمت بزاف الخدمات في الاول، خدامي بسيطه. عاد من بعد وليت خدمت في الايغاج، خدمت اسيستانت في الايغاج، خدمت مديره في الايغاج دو فوا، مديره في الايغاج واسيستانت في الايغاج اون فوا فواحد لوتيل. فوالا من بعد ملي خدمت في لا جيستيون لا ديريكسيون ديال الايغاج حسيت براسي انني
خاصني نتعلم اكثر قانون الشغل الامريكي، نعرف الخدمه ديالهم كيفاش دايره. مهم يعني حسيت براسي انني خاصني نتعلم هاد المجال اكثر لانه عجبني، وصافي جي ديسيدي انا كشي اللي بغيت نقرا عليه كشي اللي بغيت نتخصص فيه. هي هذيك فتقريبا شي بريسك 3 اون الاخرى، دابا عامين ونص الاخرى، قررت انني ندخل مدرسه امريكيه ناخذ فيها ماستر امريكاني، لانه واخا هكاك واخا كتخدم معاهم وكل شيء، دائما كيحسوك انك واخا الماستر ديالك مزيان وقاري مزيان برا وهذا، ولكن كيكون كتحس بالله كيكون عندهم واحد لو دوت، بحال واحد شاكين فيك، كيقولوا ربما في بلادهم عا كيزوروا الماسترات. فهمتي دابا هما هنايا امريكانيين ظريفين، و اوميم طو ماشي كلشي الاغلبيه، ولكن اوميم طو كيكون عندهم واحد الشك في الاخر، حيت بزاف الدول بحال في الهند بحال في باكستان كاين شي دول اللي كيزوروا كلشي. فانتايا ملي كتجي من المغرب بالنسبه ليهم حتى هي كيصحابوك كيقولوا واقيلا مزور الشهاده ديالو واقيلا، فهمتي، فكيبقى دائما داك الشك. فانا باش نقطع هذاك الشك درت ماستر ديالهم من بلادهم. صافي زعما ما نكذبش عليكم، يعني انا ملي دخلت اول مره درت هذا الماستر، لا غيزون الاولى هي انني بغيت نتعلم الايغاش اكثر الى اخره، ولا غيزون الثانيه هي فضحوا لي براسي، فضحوا لي راسي انه لا راه ماستر ديال المغرب ماشي هو ديال الامريكان، حنا داكشي عندنا واعر عندنا داكشي راه ماستر رائد بيك ديك. فضحوني بهذا الماستر الامريكان ما عرفت شنو هو كاع، وانا نقول الله يتنديرو هادشي. عطيت دابا شي واحد اللي كتكون انت متاكد بلا قرايتك مزيانه وتعذبتي وحفظتي وما خليتي ما درتي، وكيجي شي واحد كيقلل من القرايه ديالك، صافي قلت انا غنقرا ذاتس ات. ثانك يو. بغيت نسولك دابا الواحد فاش يلا يجي لتما واش يقد بدوك الخدمات البساط في الاول، تكري راك ماشي مع روميت ولا ضروري في الاول تكون مع ناس؟ شوف انا ما نكذبش عليك، في الاول ملي يلا كتجي الميريكان يكون شويه العذاب وخاصك تكون مستعد ليه، العذاب على ما تلقى خدمه، على ما هاد الخدمه ترضى بها. يعني شوف راه في الاول حنايا كلشي كتجينا في شكل، انا من قبل ملي يلا جيت قبل ما نتزوج وقبل وقبل درت تاكسي، خدمت في اوبر شي عام تقريبا، خدمت بزاف الخدمات، درت الترجمه ما خليت ما درت. وبعد المرات كتقول مع راسك هذه يخر هذه الاخيره، قريت تعييد تاع والديا تعذبوا عليا هذه الاخير زعما صافي، فهمتي كيطيح عليك الضيم. ولكن مره فكر راسك انك هذيك غير مرحله وغدوز، هذيك بحال واحد الخنطره باش توصلك واحد الجهه اخرى في حياتك تو سامبلومون. انا جو بريفير نسكن بوحدي، ولكن كتجيك صعيبه في الاول انك تكون بوحدك، خاصه اذا كانت عندك خدمه بسيطه، الكره هنايا شويه غالي. إذا يعني كانت عندك خدمة بسيطة، يعني خدمة ديال شي واحد كيدخل 12 دولار ولا 15 دولار في الساعة وهذا، باش تكري بوحدك غتجيك صعيبة بزاف. فكنظن ضروري الروميت في الأول، غير على ما الصالير يتحسن شوية. علاش؟ باش تشيط باش تشري طوموبيل، تشيط باش تجمع شوية تقدر تزيد في الحياة. سينو إذا بقيتي كاع داكشي اللي كريتي بوحدك دارك بهذا، غتولي النص تاع الصالير ديالك كيمشي لك في الكرا او لاكثر. هنا ما لي ميساج لي كومونتير. اوكي شحال خلصتي اختي رجع في القرايه ديال الماستر؟ ايوا ديال القرايه ديال الماستر الاول تقريبا 60,000 دولار، بحال قلتي تقريبا 60 مليون، ولكن ما خلصتش ليهم كاش، خليتها من عند الدوله ودابا نخلصهم شويه بشويه. كما قلت لكم ملي كتاخذ اول مره كتاخذ زعما كتلف من عند الدوله، كيديروا معاك بزاف التسهيلات لانها ماشي بحال البنك عاديه. لنفرض انا مثلا حامله وغنولد وعندي واحد الفتره ما نخدمش، عندي الحق نطلب واحد الفتره ما نخلصش واحد عام ولا عامين على ما البيبي كبر شويه وارتاح وهذا، عاد نرجع للخدمه ونخلص. الا كان عندي كانت عندي مثلا خدمه بسيطه ما كتخلصش مزيان، فكياخذوا واحد شويه، ماشي بحال الا كنت كان عندي صالير طالع، فكي زعما يبخين اون كونسيديراسيون هاد اللعيبات، ما كي ماشي كياخذوا لي مثلا 1000. انا اختي انا عندي اوراق زواج 2 سنين ولا غادي نبدل، شنو كنطلب الاوراق؟ اختي اش غادي نقول لك، انا الله يسهل عليك، انا ملي دفعت ديال كانت عندي من قبل سنه ديال 2 سنين، ملي دفعت ديال البيرمانونت خديت محامي صراحه.
يعني خديت محامي هو اللي تكلف ليا بكل شيء. الوراق راه تقريبا بحال الوراق اللي كتدفعيهم النهار الاول باش تاخذ ليا العامين، خاص مثلا الضرائب تكونوا دافعينهم اونصو ملتي وراجلك، يكون عندكم بان كونت بونكير زعما مشترك نتوما بجوج، تكون عندكم مثلا دار فيها سمياتكم بجوج في الكونترا ديال الدار فيها سمياتكم بجوج، نفس الوراق مادام خديتي الاولى جرين كارد الاولى فنفس نفس الحاجه كتدفعي في الثانيه. الاحسن تشوفي المحامي. اختي انا عندي وراق قدم الزهرة راجع فاش جي اليو اه يا سي هاو ماني هاو ماتش ماني يو شود اوكي راجع فروم موبي فلايت ويلي عطي القضية ديال هاو ماتش ماني بزاف ديال الفلوس. انا شنو اللي نفعني انني نهار الاول جيت عند واحد العائلة واحد السيدة كنتعرف عليها في الامريكان في المغرب، وبحال سهلت عليا شوية هذيك المرحلة الاولى فما جاش معايا بزاف، بقى لي شي 2000 دولار شي حاجه بحال هذا الشكل ماشي بزاف. ولكن الا كنتو زعما جايين ومعولين باغيين تكريو راسكم والطياره بزاف، وغنقولوا قالت على الاقل واحد 7 مليون 8 مليون مسيحي انت اش استو ماش كنحشم نقول للناس بحال هكا، ماشي كنبغي زعما نخلعهم، ولكن الا ما كانش عندكم فين تمشيو، الا كان عندكم شي ناس غيستقبلوكم القضيه سهله. غنقدر نقول لكم 3000 دولار الواحد مثلا، اذا كان شخص واحد 3000 جوج هذا الشيء بالنسبه ل 3000 ابار طياره، وهذا هذه 3000 كتخليها غير في جيبك على ما تصايبي الوراقك ديال الوراق ديالك الاولين سوشيال سيكيورتي نمبر تاخدي بحال الى كارت ناسيونال اي دي تلقاي شي خدمه الى اخره، 3000 في جيبك الى ما كان عندك حتى مصاريف اخرى، ما كان خلص لا دار لا والو لا حتى حاجه. اوكي عاد الطياره بوحدها، الطياره على حسب السيزون، على حسب السيزون كما تعرفوا كاين في الصيف يكونوا غاليين الشتاء كيكونوا رخاص. الطياره ثاني كتختلف على حسب الولايه، حيت كاين شي ولايات اللي بعاد بزاف مثلا من كاين مثلا بحال هكا الطياره غير من نيويورك للمغرب ما كاين ديجا فول ديريكت فهمتي من كازا لنيويورك يكون ارخص شي شويه ربما 1900 وشي حاجه بعض المرات 800 وشي حاجه. الا كنتي ساكنه فواحد الولايه بعيده بحال كاليفورنيا ابعد لان كتبعد كضرب امريكان كامله تاني. هادشي اللي كاين، ولكن كنصح اي واحد تقلبوا عند من تمشيو واخا تا غير شهر كت زعما كتسهل الماموريه بزاف، شوف ولا شي واحد تخلصوه على الاقل باش الواحد يوقف على رجلي نهار الاول. اش من محامي تنصحيه ناخذ على فكره انا اسمح لي رابع انت ولد اوكي اش من محامي تنصحيني ناخذ على فكره انا ولد وانا ساكن في مواكي شكرا بزاف. محامي ما عرفتش شو كنت في شيكاغو نقدر نقول لك شي محامي اللي كنعرفو شويه رخيص فهمتي. شوف ما عرفش ميلواكي، شوفي الا كنتي كتعرف شي حي ديال الهنود ولا باكستان سولهم سولهم هما هادوك بعدا باش كيعجبوني الهنود ولا باكستان كيقلبوا لك على الحاجه الرخيصه اللي على بورتي. انا هكاك باش تعرفت عليهم في الاول خدمت مع هنود باكستان بقيت تزوجت منهم والحمد لله. علاش دابا هما عندهم بزاف لي جينيراسيون والديهم وجدودهم جاو قبل هنا فهمتي وطاولوا وهما كيديروا الفلوس كنلقاهم عندهم غاس ستيشنز عندهم القهاوي كيمشي يشوف لك المحامي الرخيص يشوف لك الكونطابل الرخيص يشوف لك فهمتي. فملي كتعرف على الهنود والباكستان كتخلط معاهم وتسولهم ولا حتى العرب اللي شويه قدام في هذيك البلاصه سولهم على شي محامي ديال الهجره ضروري يكونوا عارفين يكون رخيص شويه حيتاش هكاك باش جاو يعني كلهم كيجيبوا اهلهم وخوتهم وحبابهم كيجيوهم ضروري يكونوا كيعرفوا شي محامي ديال الهجره. اوكي واش مورا عامين ديال كوميونيتي كوليج واش كترا موراها غير عامين اوكي واش اخرى موراها غير عامين اخرى اخرى ولا اخرى 4 سنين بالنسبة للمهاجرين. شوف انا نقول لكم اللي عارفة انا ولا درسو انا اللي عارفة انه كتقرا عامين في الكوليج كتاخد اسوسيات ديجري
بحال قلتي دو باك بليس دو، وملي كتدخل لونيفرسيتي كتقرا غير عامين اخرى باش تشد زعما الليسونس باشورز ديجري. هادشي اللي كنظنو غالبا 91%. اش ما يمكنش سينو غتولي باك بليس 6 بزاف الا قريتي عامين على ستي اربعة سو ماتش. اوكي شحال كان لاج ديالك ملي جيتي ليو اس اي؟ واش دي بوست ماك؟ انا ملي جيت الامريكان اول مرة كانت 23 طلع 24 بحال هكاك. شحال كان لاج ديالك؟ صغير لي بوست ماك كيطلبو لاج صغير. او نو نو ما كيتسوقوش لاج 20 30 40 whatever ما كيتسوقوش اي دونت كير. اختي رجاء بالنسبة للقانون ديال تاخد كريدي باش تقرا شنو شروط هاد بالنسبة اللي جاي قرعة؟ اوكي فبالنسبة للناس اللي جايين قرعة وبغا يقراو في الميريكان، اول حاجة باردون على حسب الولاية اللي نتوما فيها. شحال الساعة؟ على حسب الولاية اللي نتوما فيها. غالبا خاصك تكون عندك القرعة وسكنتي في هذيك الولاية، مثلا شيكاغو خاصك تكون على الاقل خدمتي وعشتي فيها عامين اوكي باش تقدر تاخذ هذاك السلف. يعني عندك جرين كارد وبقيتي جرين كارد وعندك جرين كارد لمدة عامين، والجرين كارد وهذاك العامين خدمتي ودفعتي فيها الضرائب، دفعتي المصلحة ديال الاي ار اس او مصلحة الضرائب لمدة عامين، عاد كيكون عندك الحق كتدفع سلف باش تقرا. فهمتي؟ غالبا عامين، كاينين شي ولايات غير عام، ما عرفش واقيلا دي سي ولا شي حاجه. فعلى حساب لاننا في امريكان خاص نعرفوا بلا كاين جوج الانواع ديال القوانين، كاين الفيدرال لو وكاين ستيت لو. فيدرال لو هو القانون اللي كيشمل امريكان ال 50 ولايه كاملين، والستيت لو هو القانون ديال كل ولايه. كل ولايه عندها شي حوايج مختلفين على الولايات الاخرين، ولكن الماكسيموم نقدر نقول لكم عامين. كون عندك جرين كارد وخدمتي اي خدمه في ماكدو اي حاجه وريبه مخدمه، ماشي بالضروره المهم تكون انك خدمتي اي خدمه كيف ما كان نوعها وكتدفع الضرائب ديالك وعندك دي بروف ديال الضرائب اللي كتدفعهم كل عام، صافي كتولي كتدفع اش كيقولها كتشوف شي مدرسه اللي عجباتك وكتدخل السيت ديال هذا اش كيقولها فافسا ابليكيشن. ولا studentaid.gov studentaid.gov اوكي هو السيت الرسمي ديال المساعده ديال الدوله للتلاميذ. اوكي صافي هادشي اللي كاين. يعني يكون عندك جرين كارد قانوني ساكن عامين ماكسيموم خدام ما عندك حتى مشكل عادي صافي يقبلوك غالبا. اوكي عم تراي شي قرعه. اوكي فاطمه الزهره صراحه عم تراي باش اوسي ندير شي بزنس اونلاين باش الى جات يو اس اي نكون ريدي، وحتى انجلش توجور اي دون بيبل فروم ذا يو اس. فيري جود فاطمه الزهره. شوفي راه واحد الفيديو دوزتو مع يوسف اقلال راه خليت اللين ديالو ديال الانستغرام. شوفي كنصحك تدخلي القناه ديالو غتعلمي، وحتى انا كنتعلم دابا راه دايره واحد كتيب شريته على قبل هادشي. خلاص ثاني نوري لكم هاي واحد نوت بوك شريتها هادي خاصه، قلت انا هذاك الشيء ديال التجاره الالكترونيه كما كنحفظ القرايتي كنحفظ ليها حتى هي لانها كتستاهل. وهاد المساله تقدري ديروها من المغرب، يعني تعلموا التجاره الالكترونيه قبل ما تجيو الامريكان باش منين تجيو الامريكان يكون ديجا كيدخل عليكم شويه الصرف وغادي وكتطلع. فهمتي؟ يعني اي واحد انا في المغرب كنصحو يدير المساله لانه نفس القانون نفس اللعب نفس كل شيء تخدم بها بالامريكان تخدم في المغرب الى اخره. فمن الاحسن الانسان مال المغرب يتعلم. راه كاين فيديوهات ديال السيد واعرين، وانا ان شاء الله ملي نتعلم نبدا ندير فيديوهات في هذا الشيء. فانا درت كتاب خاص باش نحتار ما بحال شي ماتيه بغيت نتعلم هذيك اللعيبه ديال حتى كان قال لي تقدر دير واحد اللعيبه باش مع كندير لايفات كنت كندير لايفات بزاف في الانستغرام باش منين ندير شي لايف في الانستغرام
يبان لكم حتى في اليوتيوب صراحة تكون مزيانة. هنشوف باش يولي بان لايف في انستغرام في يوتيوب او ميم طو، هتجيني مزيانة صراحة. لا اوكي اوكي فزوم دردم. انا ما ديرش كونت معاه انا ما ديرش كونت معاها الدار ديالها دا اوكي لان مع زعما يلا تفكرتك مع السيده اللي مزوج بيها. انا ما ديرش كونت معاها الدار ديالها شارياها درنا تاكس هاد العام. شوف حاولوا ديروا واحد الكونت ديال بجوج، يعني خلي كونت ديالها بوحدها وكونت ديالك بوحدك، عاد ديروا واحد الكونت مره مره حطوا فيه شويه الفلوس، مره تهزها انت مره تهزها هي، يعاونكم. تاكس ضروري تدفعوه بجوج دائما كل عام بجوج as a couple filing jointly. بالنسبه للدار الا كانت ديالتها المهم دير لك زعما شي ورقه بلي حتى هي ساكن معاها، بلي نتوما ساكنين بجوج فهمتي. طول ما حاول مثلا واحد فيهم ولا جوج يكون في سميتك، بحال قلتي الضو الا كان في سميتها دير الما في سميتك ولا الانترنت ولا شي حاجه. هادشي كامل اي حاجه دي بروف كيبينوا انكم نتوما بجوج ماشي زوينين على قبل الوراق غيعاونوكم. رجاء another question please، شنو كيبان لك احسن growing field اللي يقدر الواحد يدير لاباس فيهم تما ويكون فعلا حقق الامريكان دريم بالنسبه للبنات بالخصوص؟ شوفي انا كنشوف الناس اللي في الاي تي يعني دايرين بخير اوكي، لانفورماتيك دايرين الناس مزيان هنايا صراحه. كاينين بزاف المجالات اللي يعني ممكن الانسان يدير فيهم بخير، ولكن نقدر نقول لكم بما ان لا تكنولوجي غاده في تقدم وكل شيء ولا اونلاين ولا داك الشيء راه الحماق، يعني لما جيتيش تتعلم وتقلب وتطوري راسك في توسكي انفورماتيك تولي زعما كمبيوتر سافي كتحس براسك وليتي الناس ولاو بزز منهم كيتعلموا. فانا نقدر نقول لانفورماتيك الجرافيك ديزاين وماشي غير حاجه واحده، الانسان دائما يدير واحد ندير واحد الخدمه رئيسيه كندخل بها زعما كنخلص بها كرايه الى اخره كذا كذا، ونحاول ندير لعيبات اخرى بحال الجرافيك ديزاين، نتعلم الاي كوميرس التجاره الالكترونيه باردون. ولكن فوالا اي تي لانفورماتيك شي حاجه مزيانه. والفيلد الثاني هو اي حاجه في الميديكال فيلد نيرسز، هذا بالنسبه لي بغاش يخدم ستاب اللي كتدخل ليه واحد الفلوس. ولكن ما كنقول لكم انا الوظيفه ولا كنامن ان الوظيفه الانسان كيديرها واحد المده مؤقته حتى كيعيا كدير ان فامي كذا كذا اون باراليل ندير شي بروجي ندير شي لعيبه بحال كما قلت لكم امازون اي كوميرس شي لعيبات اللي نهار مثلا تبغي تولدي كاميرا عندك وليدات بغات تفرغي لعائلتك عندك واحد الحاجه من الدار كتدخل عليك الفلوس. فوالا رجاء نقصي كواتشن ديالي حجب مكتوبه وقيلك بالشينويه ما كان ما جي با في اتونسيون سوري، بلاتي نشوف شنو هو. انا نشوف نقلب على كتب لي بالشينويه اوكي. رجاء انذر كواتشن بليز شود اوكي يلا يلا جاوبتك دابا ياك يلا جاوبتك. فهادشي اللي قلت انا بالنسبه لي الاي تي ولا اي حاجه في الميديكال فيلد يعني از جروين بزاف، زائد اون باراليل الانسان يتعلم الاي كوميرس. هذا من وجهه النظر ديالي. اختي عندك شي فكره على لا بانل بروغراماسيون ولا ال ام بي؟ هي بروغراماسيون نورو لينغويستيك. شحال المده كتقراها وشنو هو المواد اللي خاصنا نكونوا حافظين؟ شوف انا بالنسبه ليا لان اي واحد بغى يدير بروغراماسيون نورو لينغويستيك او لا كوتشين ولا هذا مع احترامي ليهم هما مزيانين مزيانين، ولكن ندير شي خدمه ديال الصح وعاد نقرا مثلا لا بي ان ال اون باراليل فهمتي. علاش ولات الكومبيتيسيون عاليه بزاف وكاع الناس كله كيديروا كوتشات، كتلقى مثلا كاين اللي تقرا شهرين ثلاثه كيقرا شويه البي ان ال كيولي كوتش كيولي كي شو دخل الانستغرام ديال العالم كله ولا كوتشات. هي زوينه حتى انا كتعجبني حتى انا كنت غنديرها، ولكن انا جو بريفير نديرها ولكن ماشي نعول عليها باش زعما نخدم ونخلص الكرا والماء والضو تبا، يعني تكون عندي واحد الخدمه قاره
وعاد نديرها هذيك ماشي كهوايه ولكن نديرها اون باراليل، نتعلم ونخدم عليها. واي نوت، الانسان الا ولا واعر يعني تولي واحد الخدمه اللي يعول عليها. ما سينو انا جادور لا بي ان ال. اوكي سلام، شنو هما المنتوجات التقليديه المغربيه اللي عليها الضرب امريكا؟ المنتوجات التقليديه خويا اش غنقول لك، ما عرفتش، دخل امازون وشوف منتوجات المغرب. ما نقدرش نقول لك يعني، حيت داكشي اللي كنشوف انا ماشي داكشي، ما نقدرش نقول لك من كل الناس كلهم اش كيطلبوا. يعني انا كنسمع ان مروكن اويل الزيت ديال المغرب كيطلبوه بزاف، ولكن ثاني في امازون الا يعني دخلتي ما غتلقاش عليه الطلب بزاف. ما عرفش يعني، honestly I'm not sure. اوكي ولكن ما بين المغاربه، الا كنتي كتبيع المغاربه كاع داكشي مطلوب، الكيوسه صابو البلدي غامنيو جبد اعملو كلشي مطلوب. الجاليه المغربيه في الامريكان، اما بالنسبه للامريكيه الامريكانيه ما عرفش. اوكي جرافيك ديزاين از جون، اي دون نو، انا ماشي هذاك ماشي الدومين ديالي، ولكن شوف الناس يعني they are doing very well في الجرافيك ديزاين. اي حاجه طورتوها في المجال ديالكم، شوف راه ما يمكنش تكون كتعرف كلشي، انا ماشي متعمقه بزاف في هذا الشيء، ولكن اللي كنشوف زعما الناس انه يعني they are doing very well في توسكي يعني جرافيك ديزاين وما جاوره، هو لي فيرسيون اللي مر وراه. كنتمنى تخلي ديال اللايف مسجل الرجاء. وي غنخليه مسجل. انا كيبان ليا واقيلا غنخرج دابا من باش ما نطولوش بزاف، تقريبا ساعه، وغنطلع على بحال ولا دابا شويه نطلع للناس في الانستغرام. راه قلت لكم غنشوف شي طريقه باش نقدر ندير لايف فيهم بجوج، ندير في الانستغرام. كاينه واحد اللعيبه كدير مثلا، كان قال لي واحد السيد شي با واقيلا شي ابليكاسيون مثلا اذا درت لايف انستغرام كيطلع في يوتيوب او ميم طون. رجاء بليز بقاي دير لينا لايف هنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. كما قلت لكم بغيت نشوف طريقه باش نولي ندير لايف يبان في الانستغرام واليوتيوب او ميم طون، كومسا ما نضطرش ندير هنا وهنا. ما شاء الله سميتو انستغرام طالع ما شاء الله دابا 112,000، ما شاء الله ما شاء الله. بزاف الناس ركزت على تعليم اللغه الانجليزيه وعليها الطلب بزاف، وكنت غنبدا ندير لايفات اكثر باذن الله. اختي راه قرب يودن شي الساعه، قربت حنايا عندنا قرب يودن، خاصني كيبان ليا نخرج دابا. فوالا اللي عنده شي سؤال يخليه في لي كومونتير، وسمحوا لي في الفيديوهات راه ماشي كنميك على الناس، بعض المرات كنجاوب معطله راه غير كنكون مشاغل وصافي. بعض المرات كندخل كنلقى مثلا واحد 200 ميساج في انستغرام، 500 كومونت، ماشي 500 نو، كتلقى واحد العدد كبير ديال لي كومونتير في اليوتيوب. فغنحاول ان شاء الله مره مره ندير واحد الوقيت ونجاوب الجميع، ولا بحال هكا نديرو لايفات ونجاوب على لي كيسيون ديالكم لايف بحال هكا احسن. كم ساعة عندك الآن رجاء؟ عندي 7:07 في العشية. باش كتنصحي شي حد باغي يطلع الميريكان أما ما عندوش شي ديبلوم؟ فوالا ما عندوش شي ديبلوم يدير شي ديبلوم، شي صنعة، شي حاجة قلتي باش يخدم بيها. شي اللي كاين دابا يا على حسب نتوما أين ولاية، إلا كنتو في نيويورك ولا بوسطن ولا هذا. حنايا في شيكاغو عندنا دابا 7:07، 7:07 يا أورايت ديال العشية. يلا الاخوان والاخوات، it was very nice talking to you. كنتمنى نكون هاد ميلواكي بيرفكت، فكنتمنى هاد اللايف ما يكونش ثقيل عليكم. ميرسي بوكو one more time and see you. كل انسان يقرا وياخذ دبلوم امريكان هاد الفكره نجاوب عليها. هذا عاد نمشي، واش باقي عندك رايك الانسان يقرا وياخذ دبلوم؟ شوفوا غنقول لكم واحد الحاجه، انا بالنسبه ليا القرايه الانسان ما يديرهاش انها فقط للفلوس. القرايه كتكون حب للعلم للثقافه، الانسان بغى يتثقف واحد الدومين كيعجبو، يعني خاصها تكون عصفورين في حجر بحجر، يعني كتثقف راسك كتطلع النيفو كتقرا كتختلف تاني. راه شوفي الا جينا على قبل الفلوس، راه كاين الناس اللي ما يسمى بمول الشكاره. شنو هو مول الشكاره؟ مول الشكاره سيد بسيط احترامي ليه، ما قاريش، عنده الفلوس، عنده باطيمات، عنده باطيمات قلت لكم بالدارجه الحرفيه العربيه، عنده بزاف الحوايج مي ما قاريش،
من قرايه واعي، من قرايه ثقافه، قرايه يعني ماشي غير فلوس، فهمتي؟ زائد بحال اللي قلنا حنايا هذيك الخدمه على الاقل كتجيب لك شيء من الاستقرار، فهمتي؟ استقرار مادي، يعني كتخدم خدمه محترمه الى اخره. غير انا دابا كرجاء باش كنامن انا ياس القرايه لهذا، قرايه لدماغي باش نولي في شكل انني غتكون واحد الانسان. ملي كتهضر مع الناس كتكون انسان مثقف، ممكن نتعلم هذاك الشيء اللي قرايتيه الناس في الخدمه ديالي. مثلا ملي كنت كما كنت في الشركه كدير دي بريزونطاسيون، كتشرح للناس، يعني مثابه الاستاذ، كتعلم، كتكون تعلمتي حتى وكتعلم الناس، ولكن ماشي تعول عليها فقط حياتك كامله. انا دابا ياس نقرا ونتخرج وكذا، ولكن مثلا انا بنتي ياس نبغيها تقرا، ولكن اومام تو غنعلمها شي حاجه، مثلا شي حاجه اللي ربما كساع ما تكون تكبر، ملي غتكبر غتكون زعما متداوله وفيها فلوس، شي بروجي، شي حاجه اللي ما تكونش باش تكون داك الوظيفه ديالها وظيفه تكون يعني غير اختيار، ماشي مريضة عيانة، كان ولدي صغير وهذا ضروري ناري، حيش إلا مشيت إلا مشيتش ما عنديش منين نجيب فلوسي. نو، تكون عن حب، فهمتي؟ هادشي علاش الأهمية ديال يكون عندك بروجي ولا شي حاجة as a source of income. أما القراية كقراية راه خاصها تكون حب للثقافة قبل أي شيء، فهمتي؟ هادشي اللي كاين. فوالا، الانسان يدير واحد لانفستيسمون في راسو احسن من اي انفستيسمون اخر. اون بلوس حتى مثلا درتي ان بروجي وكان مزيان وكذا وكذا، الا كنتي قاري سامح الله سامح الله بروجي ما صدقش، على الاقل عندك ان ديبلوم، عندك واحد لو سافوار فير، غنخدم في واحد الخدمه محترمه، فهمتي؟ يعني عندك واحد لا كارت رابحه في الجيب ديالك. يعني بزاف الناس يقولك لا قرايه ما فيهاش، علاش ما نديرش بجوج؟ نقرا وندير هاك البروجي ديال بيل غيت اللي غرجع لي مليونير بجوج، واي نوت؟ الا ما صدقتش هذه تصدق هذه. اورايت، يلا الاخوان والاخوات، سيو، شكرا بزاف على المتابعه، ونشوفكم شي لايف اخر اولا فيديو ان شاء الله. غنسجل لايف ان شاء الله، غيبقى مسجل. يلا ميرسي.